في خطأ شائع عند بعض الأخوات المبتدئات في القيادة، وجاوبوني هل أنتوا صار معاكم هالشيء أو أحد تعرفونه صار معاه هالشيء، وهو أنه المبتدئين في القيادة أو بعضهم ممكن تكون استلمت الرخصة ولكن بعد ما بعد يعني تأخذ ذيك الجرأة، ففي موقف ما أو في حالة ارتباك أو في حالة خوف أو ارتبكت من أي شيء وتفاجأت من أي شيء، تقوم بدل ما تدعس على دواسة الفرامل تدعس على دواسة البنزين، وطبعا تدعس بشكل مفاجئ وتقوم تطير السيارة فيزيدها هلع وخوف. ليش يصير هالشيء؟ أنا بقول لكم ليش. المتدرب في مدرسة تعليم القيادة، أغلب المدارس مناهجهم أو المهارات اللي يتعلمون القيادة، بعضهم فيه طبعا بعضهم ما فيه، وهو أن يقومون يركزون على المتدرب من البداية، يركزون من البداية على أنهم يبرمجون ذهن بأن دواسة البنزين على اليمين ودواسة الفرامل على اليسار، وأن القيادة بالرجل اليمنى وليست بالرجل اليسرى. طبعا المتدرب أو المتدربة من أول مرة يجلس في قمرة القيادة وعند الدركسون ومن أول مرة يحط رجله خلاص يتبرمج ذهنه. لكن شو اللي حاصل؟ بعض الأخوات، البعض وليس الكل، ما تتدرب بشكل كافي، لا يتم التركيز عليهم في البداية بهالكيفية، لذلك يعني يتبرمج في ذهنها شيء آخر بأنه هالدواستين لك الحرية في أنك أي واحدة تستخدمين في أي موقف ما بدون ما تشعر، وهذا خطأ جسيم وخطر. لذلك أنا أنصح اللي يدرب ركزوا على المتدرب اللي من أول مرة يجي، يمكن أدري البعض بيقول تتفلسف علينا جاي تعلمنا أوكي، حاول تركزون وتبرمجون وتغرسون في ذهنه بأنه هو يمين بنزين، يسار بريك، يمين تمشي، يسار توقف، يمين توديك، يسار تجيبك، يمين، ركزوا على اللي بقوله، يمين البنزين تعاملي معاها مثل الطفل الرضيع، بشويش بالهداوة، ما يصلح إنك تدوسينه، ما يصلح إنك تشيلينه بقوة. الدواسة البنزين تحتاج إلى رفق، تحتاج إلى عناية. تخيل شلون تتخيل؟ تخيلي أنك تحملين طفل رضيع برفق وحنان، فتعاملي مع دواسة البنزين برفق وحنان. أتمنى لكم إن شاء الله السلامة، وضروري أن الواحد فينا أنه يكثف تدريب للمبتدئين على هذه البرمجة، ودمتم بود. دلعي سيارتك مع متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة، تشكيلات، خيارات متعددة للدفع، ما يحتاج تروحين السوق، ارفعي للأعلى